سلام. نفترضوا انك انت في الليسي ولا في لافاك وكتقرا، وانت دابا في يامات البريباراسيون وما فهمتيش الدروس اللي قريتي العام كامل وباغي تنجح. ولاش غدير اسيدي؟ حنا نديروك انت كاع فهمتي. ايوا راه هاد الفيديو ديالك. في هاد الفيديو غادي نوريوك احسن النصائح واسهل الطرق باش تنجح في الامتحانات ديالك. الورك سبيس بالدارجه هي ديك البلاصه فين كتراجع. من الاحسن تكون كالم، الا كان عندك شي بيت موت. الا كنتي بحال الاغلبيه ديال الشعب تيراجع في الصالون، سير الله يرحم لك الوالدين لهذاك الصالون ديال الضياف اللي حتى واحد ما تيقرب ليه. لعيبه اخرى، حاول المرقه وزيت العود ما يكونوش البلاصه اللي كتراجع فيها، يعني شي بلاصه تكون نقيه. الا كانوا فيها شي حوايج كيحفزوك على الخدمه غيكون مزيان، بحال شي مزيكا زوينه، شي ريحه تكون زوينه، شي بوسطيرات تويشيات، غادي يكون احسن. اجي جي جي بلاتي ادوات يكونوا ناضين، ماشي حتى تبدا المراجعه وتبدا اخص نيكوز اخص نيكومه وغتبغي تمشي تجيبهم وانت بقيتي حاصل ساعتين في الدرب مجمع. تحديد الاولويات، دابا ملي كتجي تراجع ما كتعرفش المواد اللي غادي تبدا بهم. بلا ما نقوي عليك الهضره بزاف، غادي تركز لي على هذوك اللي المعاملات طالعين وعلى هذوك اللي غادي ينجحوك. وهادشي ما كيعنيش انك تنسى المواد الاخرين، حيت في الاخر هما اللي كيديروا الفرق. غادي نفترضوا مثلا شي واحد تيقرا في الدوزيام باك شعبه فيزيك، غادي نقسموا المواد ديالو على جوج، المواد اللي المعامل ديالهم طايح اقل من ربعه، والمواد اللي المعامل ديالهم طالع اكثر من ربعه. 80% ديال الوقت غادي تعطيه للمواد اللي المعامل ديالها طالع، وما تبقى 20% غتعطيه للاخرين. دابا السؤال اللي غادي تسولني، شنو هي الماده اللي غادي نبدا بها المراجعه؟ هاد الطريقه اللي غادي نوريوك مريقله وزوينه. كل ماده غادي تحط النقطه اللي جبتي فيها في المراقبه المستمره. مثلا الماتش جبتي فيه 13، السيون جبتي فيه 12، وفي الفيزيك جبتي 15. غتشوف كل ماده شحال باقي لك ليها على 20، غادي تشد الفرق وغادي تضربوا في المعامل، واللي عندها اكبر سكور هي اللي غادي تخصص لها اكبر وقت في البريباراسيون. وفي الحاله ديالتنا هو المات، دونك النص ديال وقتك غادي تعطيه المات والنص الاخر غتعطيه الفيزيك والسيونس. دابا ملي عرفتي راسك خاصك تخدم اكثر المات، غادي تقول مع راسك اين درس غادي نبدا به. سهله، غادي تمشي تشوف في الوطنيات العشرة القدام اين دروس كيتعاودوا بزاف وفيهم النقاط طالعين، هادوك باش غادي تمشي تبدا. نراجع مع صاحبي. دابا الى سولتيني اما احسن واش تخدم مع راسك ولا تخدم مع الجماعه ولا تخدم مع شي واحد، ايوا راه على حسب. باش تفادى انك ملي تبغي تخدم مع صاحبك تبقاو مقصرين في البلاي ستيشن، تبع معايا هاد النصائح. اول حاجه، السيد اللي غادي تخدم معاه خاصو حتى هو يكون باغي ينجح وعنده عزيمه قويه بحال ديالك. ثاني حاجه، خاصكم تكونوا بجوجكم رابحين في المراجعه ديالكم. نعطيك مثال، الا كنتي انت واعر في الفيزيك وعيان في الماط، هو خاصو يكون العكس ديالك، يعني خاصو يكون هو واعر في الماط ومتحطاح في الفيزيك، وبهذه الطريقه هادي غادي تعاونوا بعضياتكم. كتينيت ما عندك ما حتى شي وحده في هذه المواد، ماشي مشكل، راه ديما كاين الحل. الحل هو انك تلتحق بشي جوج ديال الناس اللي تفرجوا في هذا الفيديو وكيطبقوا ديك التكنيك وعندهم مع دوك المواد اللي بغيتي، وديك الساعات ولي تحضر معاهم في ايتها بلاصه الصقه معلم. والا ما كاينش مع من تقدر تساعد راسك بشي واحد من المواقع هذا. وبالنسبه للمراجعه مع الجوقه كننصحك غير بلاش. التحضير، كيفاش غادي تبدا تراجع الدروس ديال المواد اللي حددتي؟ هنا غادي نفرقوا ما بين جوج ديال الحالات، المواد الادبيه والمواد العلميه. في المواد العلميه كنخرجوا التمارين، اذا في البريباراسيون ديالك كلهم قصيهم. غادي تسولني كيفاش؟ اختار شي كتوبه ولا شي مواقع فيهم التمارين مرتبه من السهل حتى للصعيب، وياكم تبداو بالامتحانات ولا امتحانات الوطنيه. وحاجه اخرى، في البدايه ركز على التمارين السهله وركز عليهم مزيان. الا بغيتي تخرج شي تمرين عطي راسك معاه واحد 20 دقيقه وهرس راسك مزيان. الا جاوبتي عليه تبارك الله، الا ما جاوبتيش عليه ما كاين حتى مشكل، تمشي تشوف الحل. شوف الحل مزيان وفهمه مزيان حيت راك غادي تعاود تخرج التمرين. الا ما فهمتيش الحل شوف هذاك صاحبك اللي خدام معاك. الا بجوجكم ما فهمتوش ما فيها باس ترجعوا لهذوك السيت اللي قلت لكم قبيله. من بعد ما فهمتي التمرين خذ لك شي قسم ولا قسمين ضرب احسن دوره، غبر بحال الا غتنسي باش ملي تعاود بحال غادي تخدموا لاول مره. الا كنتي بصح فهمتي الحل راك غادي تجاوب على التمرين صحيح. هادشي اللي قلت لك دابا ديروا مع التمارين السهله كامله حتى توصل للتمارين الصعاب اللي بيني وبينك غادي يبداو يبانوا لك سهل. ومن بعد هادشي، من بعد ما تسالي كاع التمارين السهله ديال شي فقره، حاول دير شي ملخص ديال كاع الاسئله اللي كطرح بزاف مع طرق الحل اللي غادي توظفوها. اون فوا ساليتي التمارين ديال داك الدرس دوز لشي مقتطف ديال الامتحانات وخرجهم، وهاد القضيه ديرها مع كاع الدروس. هادشي اللي قلت لكم دابا راه كيتقال بالنسبه للمواد العلميه. اما بالنسبه للمواد الادبيه، احسن طريقه ديرها هي الخرائط الذهنيه مايند مابين، وهادشي الا بغينا نشرحوه خاصنا واحد الفيديو اخر. الا تبعتي وطبقتي كاع المراحل اللي قلت لك بنجاح غادي تلقى راسك نجحتي في الامتحان فقط حيتاش بغيتي. واللي بغى معلومات اخرين ما يترددش يدخل السيت ويب ديالنا، وما تنساش تبارطاجي هاد الفيديو مع صحابك باش تعم الفائده. والسلام عليكم.